الجهه دي هتبقى معانا في عرض. اوكي هتغني؟ انا اصلا بغني. قلت له تمام جدا مفيش مشكله. هتمثلي شويه؟ اوكي. هترقصي؟ قلت له لطيف يعني حلو قوي، بس هتلبسي حجاب؟ قلت له نعم. موجودة في العرض انا مقدرش اتقبلها، يعني مش مش الجايز مثلا. خلاص دخلتي بيه انت اللي زيتيني دخلتي بيه. تخيلي دخلتي ما تخيليش. انت واضح بس.